الحقيقة مكملين كلامنا عن الرياضة، وخلونا نتكلم عن منتخب اليد اللي عامل عظمة. النهاردة الساعة 7 إن شاء الله بمساء بتوقيت القاهرة هيلتقي منتخب مصر الأول لكرة اليد بقيادة مديره الفني باروندو جارسيا مع المغرب في تاني مواجهات المنتخب الوطني ضمن منافسات المجموعة السابعة ببطولة العالم المقامة في بولندا والسويد، ودي بعد ما قدرت مصر إنها تفوز على كرواتيا في أول مباراة. وفي الحقيقة عملوا يعني مباراة حلوة جدا جدا. الفوز النهاردة إن شاء الله مهم قبل مواجهة أمريكا لضمان تصدر المجموعة السابعة. خلونا نطمن كده على منتخبنا الوطني من المنتخب من الكابتن عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد واللاعب الدولي السابق. صباح الخير عليك يا كابتن. صباح النور يا مسا، أهلا بيك. أنا عايزك تشرح لي كده التوليفة الحلوة دي ما شاء الله، واللعيبة الشاطرة قوي دي ازاي قادرين ان هم يفرحونا دايما؟ وطمنا اكيد عليهم. والله بصي هقول لك على حاجه، احنا كره اليد في مصر يعني اجيال بتتعاقب، عندنا الحمد لله استمراريه من التسعينات، من اول جيل كسب بطوله افريقيا في مصر سنه 91 اللي كان فيه ايمن صلاح وحسام غريب وياسر لبيب وسامح عبد الوارث، احمد العطار، انا، احمد بلال. الحمد لله الجيل ده كمل وراه جيل بقى اشرف عواض، ومرورا بكل الاجيال وصولا لغايه احمد الاحمر والجيل اللي موجود دلوقتي، علي زين ومهاب ومحمد سند، كل الاجيال متعاقبه. احنا الحمد لله الميزه اللي عندنا ان احنا دايما يبقى عندنا منتخب وبندعم من عليه 3 4 5 من المنتخبات الناشئين والشباب، فده صحيح. طبعا بيدينا قدره على الاستمراريه. احنا الحمد لله النهارده في بطوله العالم ال 28 اللي هي في السويد وبولندا، احنا اول مره نكسب كرواتيا من كاس العالم 2003، احنا لعبناهم 4 مرات قبل كده، ال4 مرات خساره، ولكن احنا كان في تركيز عالي جدا لان دي مباراه كانت زي ما بيقولوا مباراه حاسمه ومفصليه في بطولة كأس العالم، إن إحنا دي مفتاح التأهل لدور الثمانية. نعم. مش مفتاح التأهل للدور الرئيسي، لأ مفتاح التأهل لدور الثمانية، لأن حضرتك عارفة الدور اللي إحنا بنلعبه دلوقتي هو صحيح. دور تمهيدي، بياخدوا أول 3 من كل مجموعة، بينضموا على 3 من مجموعة تانية، وبعدين ده اللي هو الدور الرئيسي، وبعدين اللي بيطلع أول وتاني بيروحوا يلعبوا دور الثمانية. نعم. فاحنا الحمد لله كانت مباراة مهمة جدا، الأولاد كانوا في قمة التركيز، أنا كنت في السويد لسه راجع امبارح، حضرت ماتش كرواتيا في الملعب، الفرقة بصراحة مشرفة، سواء بقى أكبر حد في الفرقة كابتن الفرقة محمد ممدوح أو كريم هنداوي أو إبراهيم المصري اللي هم أكبر 3، والبقية الفرقة كلها بقى سواء علي سواء محمد سند سواء الأجيال الجديدة زي يعني مش عاوزين نذكر حد تحديدا يا كابتن عمرو بعينه، لأن في الحقيقة كل لعيب شفناه في الماتش لا أنا بقول إن كرواتيا لا كان قد المسؤولية، كان راجل فعلا صحيح كلها مركزة، هو دي النقطة اللي احنا كلنا متفقين عليها، ان كلهم كانوا قد المسؤولية، كلهم كانوا رجالة فعلا، ويمكن شفنا ده اللي هم يكسبوا بطل عالم برضو، والفرق مش قليل، بنتكلم على 9 أهداف تحديدا كان في المباراة الافتتاحية اللي دايما بيبقى فيها نوع من انواع القلق او التوتر، الحمد لله كان ولادنا قد المسؤولية. عاوزين نعرف بقى، انا مش عايز اقول هقول لحضرتك على موقف حصل في الاجتماع الفني، ما احنا عاوزين المواقف دي، ادينا الكواليس يا كابتن عمرو. مع فرقة كرواتيا كان احنا بيبقى في دايما اجتماع الفني قبل المباراة، الفرقة هتلبس ايه، القوانين الجديدة، الحاجات دي كلها، فكان مدير الفرقة الكابتن نور كان طلب ان احنا واحنا بننتقل من المدينة اللي بنلعب فيها اللي اسمها جون شوبينج للمجموعة الرئيسية، ان يسمحوا لنا بس ان احنا يبقى في على الطيارة يبقى فيه شنطتين. مسؤول مدير فرقة كرواتيا قال له أنت هترجع مصر، أنت هتخسر النهاردة، أنت راجع يعني أنت هتخسر وهتروح، لا خدوا شنطكم كلها معاكم يعني، فيعني ما تقلقش هتاخد شنطك معاك مصر وأنت راجع يعني. فخدناها عادي، ما كانش في أي تنشنة ولا أي حاجة، لأن إحنا الحمد لله عندنا ثقة كبيرة جدا في ربنا وفي لعيبتنا. ورحنا الفرقة، رحنا وعلى الغداء قلنا لهم يا جماعة على فكرة الفرقة اللي قاعدة قدامكم دول
يعني فاهمين ان هم ان احنا هنروح يعني. فانتوا الكره في ملعبكم، الملعب عندكم النهارده بصراحه الرد في الملعب يعني الماتش طلع رقفه، فرق 9 اجوان، والفرقه لعبت بتركيز عالي وثبات انفعالي في كل لحظات الماتش سواء الصعبه او السهله. ولا وتسديدات الاجنحه بنتكلم 100% نسبه التسديد صحيح. طيب كابتن عمرو، يمكن حضرتك اتكلمت على نقطه مهمه جدا جدا، انه الغرور هو ده اللي بيعمل المشاكل كلها. لعيبتنا ما شاء الله عليهم يعني زي الفل، مفهومش فعلا وانت بتتفرج عليهم كده، سواء هنداوي او كل اللعيبه في الحقيقه. عايزه اعرف ازاي بيحافظوا على نفسهم من ان هم ما يجيلهمش الحته دي، انه احنا يعني احنا بنجيب القاب حلوه كمنتخب وطني، ازاي اللعيبه بتحافظ على نفسهم، وازاي احنا نقدر نحافظ كمان على اللعيبه من الافراط بالفرحه يعني بعد الفوز بالذات على كرواتيا؟ اكيد هو طبعا اول حاجه بعد الماتش بصراحه سيبنا الاولاد يعني يفرحوا ويتبسطوا، ولكن دخلوا الاوضه بتاعت اللبس قفل عليها مع بينهم وما بين المدير الفني والجهاز الفني. المجلس الاداره كله بره، هم جوه. المدير الفني بيعرف يكنترول بقى الحته دي، ودي بصراحه حاجه بتحسب له جدا، وبتحسب بصراحه للكابتن ايمن صلاح اللي هو مدير الفرق القوميه المسؤول عن الفرق القوميه، ان هم بيعرفوا بقى ينزلوا، طب يا جماعه خلاص احنا كسبنا، ده تاريخ هيستوري، خلاص الماتش خلص. احنا عندنا بقى ماتشين عايزين نركز فيهم. المغرب ممكن يبقى في فرق مستوى لينا هم وامريكا، ولكن احنا خلاص وي ديليفر المسج، احنا وصلنا المسج لكل الفرق اللي موجوده في البطوله، احنا جايين نعمل حاجه، فانتوا لازم نبتدي نركز خلاص. نطلع ناخد الاتوبيس نروح نتعشى، عندنا بكره امبارح كان في تمرين ومحاضره فيديو، النهارده في تمرين خفيف ومحاضره فيديو، والمباراه بالليل خلاص دخلوا في يعني الكنترول ده موجود، لان ما حدش بيتدخل ما بين لجنه الفرقه القوميه والجهاز الفني، سايبين كل حاجه هم بيعملوها، واللي موجودين لاعبين دوليين. ايمن صلاح قامه كبيره من احسن 10 حراس في العالم، عارف امتى بيعلي وامتى بيوطي الريتم، امتى يسيب نبقى سايبين الفرقه شويه، كل الحاجات دي. وهم بصراحه اللي مساعدنا كمان ان هم بقى من الكيان اللي موجود دلوقتي اللي هو 18 لعيب، احنا في 11 محترف، فالمحترف بيبقى عايز يحافظ على مستواه، عايز يبقى بي 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 يفضل يكمل في النادي اللي فيه او يروح نادي احسن بمقابل مالي احسن. فطبعا بقى عندهم نضوج فكري في طريقه التعامل، وده اللي احنا بنفتقده في الالعاب الاخرى، ان اللعيب دايما لما بيطلع يحترف بتلاقي دايما النماذج مش كتير، النماذج الناجحه مش كتير، بتلاقيه مهتم اكتر بالنادي اللي هو بيلعب فيه اكتر من اي حاجه تانية. بالظبط، احنا عندنا 11 همهم ان هم يعملوا حاجه كويسه عشان خاطر منتخب مصر وعشان خاطر البلد. صحيح. وعشان خاطر نفسهم طبعا، وهم دخلوا على بدايه الطريق، فدي حاجه مش موجوده في فكر ناضج ماتيور انف ان هم يقدروا يعني كابتن عمرو، يمكن حضرتك قلت حاجه حلوه قوي، الفرحه حلوه ما فيش كلام، لكن بتتعاملوا مع كل مباراه بمثابه ان هي بدايه جديده. هو ده اللي احنا عاوزين نعرفه بقى النهارده. احكي لنا على الاستعدادات لماتش المغرب، وتحديدا لو هنتكلم المغرب، يعني هو لو هنتكلم بالماتش السابق والماتشين اللي جايين ان شاء الله، ماتش النهارده وماتش امريكا، هو الحمد لله بشهاده الجميع وبالارقام مستوى مصر افضل بكتير، لكن مش عاوزين نعتمد على دي، لان احنا عارفين ان دايما بيكون في حاله من حالات النديه ما بين المنتخبات العربيه احيانا اثناء المواجهات، وفكرة المغرب برضو مش عاوزين نستهين بيه، لأن احنا عارفين ان المغرب العربي ككل بيكون فيه ندية أمام مصر تحديدا. أكيد أكيد يعني. إزاي هيتم التعامل مع الأمر ده تحديدا، ويعني ادينا شوية من الكواليس الخاصة بقى بالاستعداد ليه المباراة النهاردة إن شاء الله. طبعا هو الاستعداد ابتدى من يوم من بعد ماتش كرواتيا على طول، اللي اتعمل استشفى للعيبة في جلسات تلج وجلسات تدريج، والدنيا ابتدينا الاعداد على طول. تاني يوم اللي هو الجمعه، سوري الاسف اللي هو السبت، كان في تمرين، كان في الصبح فيديو، وبعدين كان في تمرين الساعه 6، تمرين لمده ساعه ونص، في الفرقه هتلعب ازاي
خططي تكتيكي قدام المغرب سواء الدفاع او الهجوم، التركيز على مين، ابتدينا نبص على قوه فرقه المغرب. هل في تغيير في التشكيل يا كابتن عمرو؟ بصراحه دي انا بحب اشيد هنا بدور المحلل الاداء اللي هو المهندس محمد امام، موجود معانا هناك في السويد، بيقدر يحلل كل لعيب في الفرقه الثانيه ويحلل لعيبه فرقتنا كمان، ويدي الداتا دي للمدير الفني عشان يبتدي يبني عليها الوحده التدريبيه. معانا كمان مساعد المدرب بصراحه اوسكار، هو مدرب اسباني لازم اديله حقه برضه، هو بيسموه في اسبانيا الاستاذ في ناحيه الاناليسيس بتاعت الفرقه الثانيه، مين بيشوط في انهي زوايا، بيشوط بيشوط البنالتي ازاي، بدفاعه ازاي، الكلام ده كله اتحد، كل الحاجات دي احنا بقينا بنشتغل باسلوب علمي، مش ان احنا بس بندرب الفرقه وبنحمسها، لا ده في اسلوب علمي للتحليل، وبيبقى في جلسات فرديه وفي التمرين لمجموعه الدفاع، لمجموعه الهجوم، للوينجات، لمين هيشوط البنالتي، مين اللي هي كريم هنداوي مثلا وحميد ومحمد علي، مين بيشوط في انهي زاويه لما بيبقى داخل من ناحيه الباك ليفت او من ناحيه الباك رايت، كل الاناليسز دي موجوده بتتعمل لهم في الوحدتين التدريبيتين اللي قبل المباراه على طول، فبيبقوا نازلين، وده اللي احنا عملناه في ماتش كرواتيا بصراحه، ان الاولاد كانوا نازلين عارفين، وبالذات كريم عمل ماتش رائع في ماتش كرواتيا، نسبه تصديه 33%، شاط عليه 30 كوره، تصدى ل 10 كرات، ودي اللي فرقت كمان في المباراه، وخلانا ان احنا كمان في الشوط الثاني قفلنا الدفاع، لان كان في اناليسز واضحه على طريقه هجومهم، وان هم بيلعبوا على الدايره اكتر، الخط الخلفي ما بيشوطش من بره كتير، كل الكواليس دي احنا بنبقى يعني مذاكرينها كويس، والولاد بيبقوا حافظينها كويس، فبينزلوا بيبقوا مريحين الجهاز الفني ومريحين نفسهم وعندهم الثقه ان هم عارفين بيعملوا ايه. هي دي يعني سر الخلطه زي ما بيقولوا. كابتن عمرو، يعني شايفين يعني جارسيا، باراندو جارسيا عنده كده خليني اقول قيادي شويه، هل اللعيبه النهارده شايفين الجيل ده مختلف؟ هل هم يعني بسبب ان هم محترفين النهارده في دعم من الجمهور اكتر، الجمهور المصري مهتم بكره اليد بعد ما كنا بنشوف بس اهم حاجه بيهتم بيها الجمهور كره القدم، لا النهارده في وعي اكبر وفي رياضيات تانية دخلت في اهتمامات الجمهور المصري. هل باراندو جارسيا ايه يعني ايه كمان سر تاني يحكي لنا عن يمكن شخصيه او كواليس شخصيه جارسيا اللي مخليه النهارده الناس كلها عايزه اقول لك قاعده مستنيه مباراه مصر والمغرب، وكنا بنتفرج اول امبارح على مصر وكرواتيا، ليه بقى فيه الحب والاهتمام ده لفريق او منتخبنا الوطني لكره اليد؟ اولا خليني ارد عليكي في موضوع روبرتو جارسيا. باروندو بقى له مع الفرقه النهارده داخل في 4 سنين، فبقى عارف الفرقه كويس قوي، عارف نفسيات كل واحد، بقى بيعرف بالنظره في وش اللعيب هو النهارده موده ايه، هيعمل معاه ايه، هيشد ولا هيرخي. يعني انا بصراحه في التمرينات اللي في مصر قبل ما نطلع هو كان هادي، ما كانش فيه اي حاجه خالص، وكان يعني كان التون كان لطيف. رحنا المطار، يعني راحت الفرقه المطار، ابتديت اشوف وش تاني، يعني كله ابتدى يشوف وش تاني، وابتدى يبقى صارم جدا. يعني الفرقه سافرت من باريس لكوبنهاجن، وبعدين من كوبنهاجن اتوبيس 4 ساعات لغايه جو شوبينج اللي هي المدينه اللي هنلعب فيها، وصل الاوتيل خدوا المفاتيح قال لهم اطلعوا البسوا نص ساعه تبقوا تحت. تمرينه لمده ساعه ونص عنيفه جدا بحزم، وبواحد ما بيهزرش مع اي حد وبيزعق في الملعب وبيدي مسج فيري تاف،
البطوله ابتدت يعني، احنا جينا فكره بيعرف خلاص. يعمل كنترول على كل لحظه وكل يعني ثانيه يعمل موجود كنترول على طيب كل انا لحظة انا بس كابتن عمرو على كل حاجه. كابتن عمرو سريعا جدا علشان يعني ميعاد الموجز عندنا خلاص اوشك على الاقتراب، عاوز اعرف من حضرتك في اقل من 20 30 ثانيه كده، هل احنا مطلوب مننا ان احنا نفوز الماتشين اللي جايين علشان نتجنب مواجهه الكبار، وامتى هنكون امام يعني فرق زي مثلا فرنسا اسبانيا الفرق الكبيره او الثقيله اللي ليها وزن في هذه البطوله؟ سريعا احنا ان شاء الله محتاجين نكسب ماتش المغرب، ماتش امريكا بالترتيب، وبعدين ماتش البحرين في المجموعه الرئاسيه، وبعدين ماتش تونس في المجموعه الرئاسيه، وبعدين كل دول لازم اخر ماتش في المجموعه الرئاسيه هيبقى الدنمارك. محتاجين ان ده ماتش مهم ومفصلي ان احنا نعديه. لو كسبنا الدنمارك يبقى هنروح نلعب دور الثمانيه. هنتجنب السويد، هنلاعب ايسلندا غالبا. ايسلندا غير السويد في السويد، ايسلندا مستواها اقل من السويد، فده اللي احنا الطموح بتاعنا ان احنا نوصل دور الثمانيه بنلاعب ايسلندا ان شاء الله. يعني ان شاء الله نقدر ان احنا نوصل، ده اللي هيوصلنا للمربع الذهبي باذن الله ان شاء الله. يعني بنتمنى كل التوفيق اكيد لمنتخبنا الوطني لكره اليد. شكرا ليك كابتن عمرو صلاح امين صندوق الاتحاد المصري لكره اليد واللاعب الدولي السابق.